قافلة الهدى الدعوية. لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم املأ قلوبنا محبة لك وتعلقا بك وحسن ظن بك يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم كلنا إلى رحمتك وعفوك وإحسانك وبرة عفوك يا ذا الجلال والإكرام. إلى الرحمن رباهم عليهم حين تلقاهم سكينة وإطراق يضجون إلى الله ودمع العين بذراق يضجون. إنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ حظه من النوم في ليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أبدا أنه قام ليلة بأكملها. لكن ينبغي للمؤمن أن يكون جزء من ليله ولو يسيرا يقف فيه بين يدي رب العالمين جل جلاله، يعفر جبهته بالسجود ويسجد للرب المعبود جل جلاله، يبث إلى الله شكواه ويسأل الله بإلحاح رضاه، يستجير بالله من النار ويسأل الله الفكاك منها، ويرجو الله الجنة ويسأله بإلحاح أن يدخلها. كل خير تؤمله وكل شر تخافه. ضح بين يدي الله وأنت تسأله في جوف الليل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: يوصي معاذا وقد أحبه: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لو أن أحدا من ملوك الدنيا أخفى لأمته ورعيته وشعبه جائزة لأحسن الشعب والرعية والأمة الظن بمليكها، فكيف الظن بما أخفاه رب العالمين جل جلاله؟ كيف الظن بما أخفاه أرحم الراحمين تبارك وتعالى؟ كيف الظن بما أخفاه من لا تنفد خزائنه أبدا جل جلاله؟ فالليل من حيث الجملة أفضل من النهار، ولئن كان لله عبادا غضيضة عن الشر أعينهم محزونة قلوبهم قريبة دموعهم، فإن لله جل وعلا خلقا غير ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. إن لله خلقا ما عرفوا لليل وما لما جاء فيه عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا يقضيه أمام الشاشات، وآخر يقضيه في اللهو والمجون، وآخر يقضيه في التعرض لأعراض المسلمات، وآخر يقضيه في غير ذلك، وكل سيفد على الله وكل سيجد عمله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وكل سيفد على الله وكل سيجد عمله. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما
فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وكل سيفد على الله وكل سيجد